موجوده افيك لي زيكيبمون كلشي كاينه ما عندكمش هاد المعلومه؟ لا كاينه راه قال لك السيد 17 والناس عطيني الكره وحنا طلبنا دابا قلنا تسرعوا حيت حنا سي عبد الطيب لاصاص كملوا شغلهم قلب على الوتيره في القانون. وحنا عارفين في الباقي سي عبد الطيب، حنا لجنه اقليميه سي عبد الطيب، قلنا لجنه اقليميه. دابا علاش كنبغيو تضربوا؟ ضرب مع الشخص اللي كيهمو الامر ديري يقتلهم. اخويا 80 جدار شكون الوساط بلوطه عملتي شكون المسؤول ديال السلطه الاقليميه؟ شكون المسؤول ديال اللجنه الاقليميه؟ وراك دوزتي الرئاسه السيد الرئيس دوزتي وجلستي معاهم هو السيد الرئيس شحال انت معاهم حنا غنراسلوا هذيك اللجنه الاقليميه اللي كيترأسها السيد العام من هنا غادي نصيفطوا ليها هذوك من غادي نصيفطوا ليهم ايوا اش غادي نديروا؟ هذا ولا هذا الشيء غادي وانا غنقول لك اما في هذه القضيه ديال الادراج المقرر الموافق على احداث اللجنه التداول حول توصيات اللجنه الموضوعيه التوصيات حول هذه الدورة الثانية في أكتوبر 2017 أجلت النقطة الثالثة دورة استثنائية في 4 سبتمبر 2018 تداول بخصوص مشاكل السكن العالقة وخاصة والخاصة بالملاكين القاطنين فوق الأراضي المزروعة هي اللي كنناقشوا دابا المطالبة باستفادة جميع دواوير عين حرب من عملية الإيواء هادشي كله قدرناه أش نتنجز منه لا شيء لا وبلاتي جي باقي الخير يعطي لا ما احنا الله يرحمه شا خلينا نكمل لك الجمله ونقول لك شا نقول لك وحده السي موسى ها؟ انا وياك تصور السي موسى السي موسى لا تجرب حربي اللي تعطيني اللي دويتي عليه لا لا هضر معايا اللي دويتي عليه اش درتي فيه لا ما الله يرحمك ما بقاش يضحكوا علينا كنضحكوا على السكوان كاين 23 معاه ديال بن سيمو يلا والله لا فكا حربي اللي ما داخلش الشريف وانت فكيت لا قول مجلس السابق هو اجي السي اسي موسى اسي موسى المجلس السابق وجعل لسان السيد الرئيس بان الرئيس السابق هو اللي وقع وقلنا لكم عطينا ما يوفي اسمع راه باقي عندي تسجيل انا اللي وقعت ان حربيلي ما يكونش الله اسمح لي الله راك العقل شكون لا هذيك الوقيته في الوعود راه كاينه فهمتي ولا لا قلنا لكم عطيونا ما يوفي الا وقع انا شي حاجه مستعد لا غير كنقول لك سي موسى والله السلطه ما خدات شي قرار وخداته انا دارو المجلس لان ماشي من اختصاص ديالك ولا من اختصاص الرئيس ولا من اختصاص لجنه تتبع ولا اش كيسميها واش كتعجبني يا موسى اختصاصات ذاتيه بغيت تقول لي عزيزي كان عبد الطيب كنتي النائب ديالو جا لها جاني نائب ديالو لا جات بلا شي واحد اخر راك غتكون نائب ديالو انت والله كاع ما تقاتلكش وبراد هادي لا شي هادشي اللي كتقول لي والله العا كتضيع وقتك والله ما تنفذ منه نقطه سير عاسر فين بغيتي اودي عزيزي وتشوفني لي اخبار الرئيس راني مهول عليه واش شفتي ما عارفينش قاميص اصاحبي؟ انا راه غنمشي لشخص معروف معلومات غادي نسولو اصاحب المصالح راه عندي ما جرى بغيت نديرو فيه قول لك خاص المعلومات يبلغها الرئيس المكتب بلغونينا الله يعطيكم ستر المعلومات راه حنا هادشي ما كنعرفوش غادي نرجع ل سي عبد الطيب زيرو دوي دوي بغيت